المندوب الدائم لدوله فلسطين بالجامعه العربيه السفير مهند العكلوك قال ان طلب اجتماع الجامعه على مستوى المندوبين ياتي في ظل اقرار حكومه الاحتلال مؤخرا سلسله من العقوبات العدوانيه ضد دوله فلسطين واشار العكلوك الى ان هذه الاجراءات تستهدف منع تكسيد استقلال دوله فلسطين على الارض والامعان في خطط ضم اراضي الضفه الغربيه المحتله الخطوات العدوانيه السياسات والاجراءات العدوانيه الاخيره التي اقرتها حكومه الاحتلال الاسرائيلي مجلس الارهاب المصغر المسمى بالكابينت والذي قرر شرعنه بؤر استيطانيه جديده خمس بؤر تمهيدا لشرعنه 63 بؤره استيطانيه والذي قرر ايضا فرض عقوبات على الشعب الفلسطيني وتحويل المنطقه باء الى ما يشبه المنطقه جيم، مما يؤدي الى سيطره وضم اسرائيل ل 82% من الضفه الغربيه، هذه الاجراءات العدوانيه التي اتخذتها اسرائيل بالاضافه الى كيف تعامل اسرائيل الاسرى الفلسطينيين معامله وحشيه عنصريه لا يندى لها جبين الانسانيه فقط بل تذوب الانسانيه حياء من هذه الجرائم الوحشيه التي ترتكبها اسرائيل